سورة الشمس الله سبحانه وتعالى يقسم في بدايتها بعدة آيات كونية، بيقسم بالشمس وبيقسم بالقمر وبيقسم بالليل وبيقسم بالنهار. هذا القسم كله على أمر في الإنسان. إيه الأمر اللي في الإنسان؟ ونفس وما سواها. الله خلق الله الإنسان وخيره، ولم يجبر الإنسان على شيء. غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى أوضح للإنسان طريق الهداية والرشاد وطريق الضلال والغواية والشيطان. والإنسان مخير. طيب يسلك أي الطريقين؟ تفضلي. مخير إزاي إذا كان النهاية نار؟ من قال بأن النهاية نار؟ إذا ما هنا لو اخترت الطريق اللي هو يعني مش ما فيهوش يعني مش شاق عليا او كده، او يعني ممكن انا حبه او كده، ما انا في الاخر هخش النار. طيب فين عدم الاجبار فيها؟ طيب هو فيها اجبار برضه؟ لا، هي ما فيهاش اجبار خالص. الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الانسان، جعل له هذا الطريق وبين له ان فيه صلاحه، وهذا الطريق فيه فساده. وأي إنسان من اللي حضرتك بتتكلمي عليهم لو إنه مشي في طريق الغواية والضلال، في بعض الأوقات يقف ويقول بأنني على خطأ، وقد كنت أتمنى هذا الطريق، وتمنيت لو عدت لأسير في هذا الطريق. يبقى فين الإجبار؟ لو في إجبار ما كانش ربنا قال له ما تمشيش هنا وامشي هنا، ده لو في إجبار بقى يبقى حتما تسلك هذا الطريق. لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى بين له الطريقين وسهل له الطريقين. ويمكن حضرتك لسه حالا وانت بتقرأي في سورة الليل ولسه هنتعرض لها، فسنيسره لليسرى والعسرى. كانوا مشايخنا رضوان الله عليهم يقول لك كده، الراجل اللي عايز يصلي ربنا بيهيأ له المكان الهادئ الذي يقوم فيه، والوقت المتسع الذي يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب والأخ الثاني اللي عايز يسرق العمارة، ربنا بيهيأ له اللي ينام يشخر وما يحسش بحاجة. وكل واحد مننا عنده عقيدة الله سبحانه وتعالى، خدي بالك، يعني كل واحد عارف ان في رب وان ربنا مطلع عليه. والدليل ان كل واحد فينا بيقول يا رب. تاجر المخدرات على الحدود يقول له يا رب الخبطه دي وابني لك جامع. الرقاصه تنزل من على المسرح وتقول لك ربنا كان موفقني في الرقصه دي. الشيخ ينزل من على المنبر ويقول لك ربنا كان من عليا او متجلي عليا. يبقى هنا النفس ملكك انت. النفس الله سبحانه وتعالى خلقها واعطاها الحريه تفعل ما تشاء. القضيه بقى في النفس. القضيه فين؟ في النفس. النفس جبلت على العناد وعلى مخالفة الأمر. النفس جبلت النفس الأمارة بالسوء. لا، أنا بتكلم عن النفس عموما. أي نفس تكره الأمر وتحب المخالفة. إنما حضرتك لما أنا وإنت كده والسادة المشاهدين ونحب نقعد كده في عادات الرحرحة ونزكي أنفسنا وفاكرين إن إحنا بنتهم أنفسنا بالتقصير وتقول والله إن النفس لأم حاسم، ده أنت لما توصل للنفس الأمارة بالسوء دي، ده أنت يعني بتزكي نفسك. ده أنت بتزكي نفسك، لأنه من الذي قال على نفسه هذا؟ وسيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، زي ما وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا يوسف اللي وصف نفسه كده. إنما احذر أن تكون نفسك خبيثة. وصفها فين؟ وصف نفسه هو. قولها لي كده. لما قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى القضية هنا، وخدوا بالكم ده أدب من سيدنا يوسف، مش اتهام لنفسه، إنما أدب من سيدنا يوسف حينما ظهر الحق وبان أنه بريء وبان أنه قد ضوء الساطع لا يستطيع أحد أن يقترب منه أن يتهمه، فأراد سيدنا يوسف أن يتواضع فضلا لله واعترافا بنعمة الله عليه.